بالنسبة للحصيلة أعتقد أنها بين وبين كيف كيتقال إلى برزت رياضة كرة القدم على حساب باقي الرياضات الجماعية الأخرى التي تميزت بغيابها أو أنها تعاني من مشاكل نخرت الجسم ديالها وصارت معها يعني في غرفة الإنعاش كما يقال. فهناك بروز رياضات فردية، فاطمة زهراء أبو فارس ميدالية ذهبية في الأولمبياد للشباب ببوينس إيرس، يعني رسالة غير مشفرة القيمين بأن يجب أن نستثمر في الرياضات الفردية لأن عندنا مؤهلات كبيرة في هذا المجال. ألعاب القوى 42 مسابقة، يعني عندنا فرصة، كذلك الجيمباز، ممكن تكون كذلك الملاكمة أو السباحة. مغرب حبها الله بأكثر من 3000 كيلومتر ديال البحار، فأعتقد خاص تكون عندنا ثقافة ديال السباحة راسخة. ربما حان الوقت على مستوى الجامعة أو اللجنة الأولمبية الوطنية أنها تغير منظورها في التعامل مع الإعداد. على المستوى ديال المنجز الرياضي كنعتقد على أنه كانت هناك إنجازات متفاوتة، يمكن على مستوى كرة القدم سنة كانت خصبة على اعتبار أن الفريق الوطني المغربي جدد حضوره في نهاية كأس العالم بعد ما غاب لمدة 20 سنة. الفريق الوطني خلال المباريات الثلاثة اللي خاضها أمام إيران، البرتغال وأيضا إسبانيا قدم وجه جميل جدا، ربما ما كانش موفق ومحظوظ لكي يتمكن من الارتقاء إلى الدور الثاني على غرار ما حدث سنة 1986. أيضا على مستوى المنتخب المحلي توج لأول مرة في تاريخه كأس إفريقيا للاعبين المحليين بلقب الشان في النسخة الخامسة. أيضا الوداد البيضاوي فاز بكأس السوبر الإفريقي، والرجاء فاز أيضا بكأس الكونفدرالية الإفريقية، ما يعني على أن على مستوى كرة القدم أكل الأمر يتعلق بالمنتخبات أو النوادي هناك صحوة نتمنى أن تستمر. أيضا على مستوى الفردي كان أعتقد أن الرياضات اللي برزت بشكل كبير جدا هي اللي توجت خلال أولمبياد الشباب ببوينس إيرس بالأرجنتين، رياضات مثل الملاكمة، مثل الكاراتيه، التايكواندو، وأيضا ألعاب القوى، هي كلها رياضات فردية، وقد بات ضروريا أننا نكرس جميع الجهود من أجل تعبئة القوى لكي تكون هذه الرياضات الفردية محل اهتمام داخل واحد المنظومة يمكن يجب تطويرها، هي منظومة رياضة المستوى العالي، لأن هذه الرياضات هي التي يجب أن نعتمد عليها ونتوكل عليها بعد الله سبحانه وتعالى لأن تهدينا إن شاء الله إحدى الميداليات في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. بالنسبة ل 2018 ما تغيرت أشياء كثيرة، لأن وقع الحال بقى هو كاين إيجابيات كاين سلبيات. الإيجابيات كاين طبعا كأس العالم ومشاركة ديال الفريق الوطني والحد العاكس اللي جا مع المغرب، كاين رجاء البيضاوي والسوبر كوب، كاين غير الاسبوع الماضي والاقل من 17 سنه وكيفاش لعبوا في بطوله شمال افريقيا وحصلوا المركز الثاني ومنعوا على ضربه الجزاء. اذا كاين الالعاب الاولمبيه الشباب وخمسه الميداليات مهمه بالنسبه للمغرب وبالنسبه لدوك الابطال اللي كيشاركوا في هذه الدورات هذو باش يوجدوا ان شاء الله السينيور يوجدوا الالعاب الاولمبيه الكبيره. اذا اشياء كثيره ايجابيه، كاين سلبيات، كاين مشاكل ديال الجامعات، محاكم، الرياضه الجماعيه باقا ما قلعاتش بحال خصها تقلع، الجامعات ما بقاش كنسمعوا عليها كاع لان الجامعات هناك جامعات اللي عندها اكثر من 30 ميداليه كتتوزع عليها في الالعاب الاولمبيه بحال الجيمباز، بحال الكره الطاوله، بحال الالعاب البحريه، رؤساء عمروا السنين عديده 16 سنه 20 سنه وحنا باقي ما كنديو حتى شي ميداليه. اش كنتسناو؟ لان كاين هناك كاين الوزاره خصها تلعب الدور نتاعها، الفرق خصها تلعب الدور نتاعها، ولكن ما كانش الفرق على الاقل الوزاره واللجنه الاولمبيه يقوموا بالدور نتاعهم. 2018 يمكن نقول على انه تميزت ببروز كره القدم على اعتبار المنتخب الوطني رجع للواجهه العالميه وايضا على المستوى الافريقي، وهذا يعني لهذه الحصيله يمكن هي اللي عطتنا حكيم زياش احسن رياضي. ما نساوش ايضا الحضور ديال الرجاء البيضاوي للكاس اللي حقق كاس الكاف، وبالتالي كان من الفرق اللي او من دائره الضوء على مستوى كره القدم. على المستوى الاناث كانت هناك الحضور ديال فاطمه الزهراء ابو فارس على مستوى التيكواندو، التيكواندو كان حاضر وكان نقطه اشعاع كبيره جدا، فاطمه الزهراء ابو فارس وصفيه صالح. العاب القوى رغم انها بقت في البوديوم من خلال رباب العرافي ومن خلال سوفيا البقاني، ولكن شويه تراجعت لنا، احنا كنا تعودنا عليها انها احسن. رياضات اخرى ربما ما حققتش كرياضات الجماعيه،
كرة السلة مجموعة من المشاكل والإكراهات، كرة الطائرة يعني مناسباتية، كرة تجتهد ولكن نازلت تحتاج إلى مزيد من الاجتهاد، الحضور ديال الأندية الوطنية ديالنا بخمسة في كأس في الكؤوس الإفريقية نعتبره ايجابي ولكن خصو يكون ايضا مرفوق بالنتائج، راه باستثناء الوداد والرجاء وبعض الفلتات فالانديه الاخرى تقصى على مستوى الادوار المتقدمه. لذلك باختصار سنه 2018 حققت نسبيا بعض الثمار في رياضات ولكن يعني كانت سلبيه في الرياضات اخرى، امنين ان شاء الله لانه 2019 لانها هي سنه قبل الاولمبيه انها تكون اكثر ايجابيه واكثر انجازات واكثر تالقات باش ان شاء الله نستقبلوا 2020 سنه اولمبيه نستقبلوها بمزيد من التالق ومزيد ان شاء الله برفع الرايه الوطنيه خفاقه في المحافل الدوليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.